يلا خلنا نبدي، هو يبدي يسجلين. يلا اوكي بدأ، بسم الله. تمام طلاب عيني، بدينا المحاضرة الماضية بموضوع الـ Object Oriented Programming. أخذنا إنه المفاهيم الأربعة اللي تخصه، ومن ثم الأجزاء الاثنين اللي لازم يحتويها. الـ Object Oriented Programming قلنا نبني كلاس ثم نشتق من عنده Objects. فهمنا الكلاس في المحاضرة الماضية. اليوم إن شاء الله رب العالمين راح ناخذ الـ Object ونشوف شلون نتعامل بالـ Object. زين، نتذكر المفاهيم الأربعة اللي يتضمنها الـ Object Oriented Programming، اللي هي أول نقطة اللي هي الانكابسوليشن، مثل ما تشوفون قدامكم. الانكابسوليشن هي عملية حماية البيانات ماتي. الانهرتنس عملية توريث البيانات وال يعني الأجزاء الكلاس كلها ممكن أورثها، يعني كابلكيشن كامل، كتطبيق كامل. ثم البوليمورفيزم اللي هي عملية يعني تعداد الأسماء، أو يعني أنطي فانكشن او متغيرات بنفس الاسم لكن تختلف عندي بالسيجنتشر. ومن ثم الابستراكشن، واللي هي عمليه اختصار للكود في يعني تقنيه الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، انه بدل ما يكون عندي كود كلش كبير اختصره باجزاء او اجزاء الى اجزاء، ومن ثم استفاد من الاجزاء قدر الامكان. زين، وهاي هي المفاهيم الاربعه. والكلاس هو شنو هو؟ قلنا الكلاس هو data structure، كأنما هيكل بياني يعني فارغ، مجرد انه انطي بي وصف انه ايش كم متغير عندي وايش كم داله عندي، او شنو هي الدوال اللي عندي، شنو هي المتغيرات اللي عندي. اكتب كلمه كلاس ثم اسم الكلاس انا اللي اريده، بعدين بالبدايه اكتب المتغيرات بدايه الكلاس، وطبعا المتغيرات راح تكون منها برايفت يعني محميه، والدوال راح اخليها بجزء البابليك، يعني اكتب كلمة public ثم ابني الدوال مالتي. هذا هو الكلاس. زين، اليوم راح ناخذ الاوبجكت. شنو الاوبجكت وشنو الفرق عن الكلاس؟ الاوبجكت يا شباب هو متغير يشتق من الكلاس، هو متغير اشتق من الكلاس. نرجع للمثال مالتنا اللي اخذناه بالمحاضرة الماضية، قلنا انه افترض لي او تخيل الكلاس هو مخطط مال البيت، تمام، ورقة بيانية، او جيت سويت مخطط للبيت، كنا شايفين الخرائط مالت البيوت. زين، المخطط هذا من اروح ابني بيت تماما مطابق للمخطط اللي انا مسويه، هذا البيت اسميه اوبجكت بالبرمجه. هذا البيت اللي بنيته على اساس المخطط اللي انا مسويه، البيت اسميه اوبجكت. فبالتالي الاوبجكت هو متغير يشتق من الكلاس، بس هذا المتغير بكل المعلومات اللي موجوده بالكلاس. لاحظ لي عن المثال اللي قدامك، هنا أنا متغير اسمه S1 مشتق انا من نوع student. سابقا كنا نكتب انتجار مثلا X او انتجار S1 او انتجار X1 وهكذا. حاليا ما عندي انتجار، طبعا عادي انا اقدر استخدم الانتجار، بس هنا أنا الاكس او الاس او المتغير ما كان من نوع لا انتجر ولا فلوت ولا دبل ولا كاركتر، هو من نوع بكل بساطة انطيته متغير اسمه اي دي، متغير اسمه سيلاري، ومتغير اسمه نيم. طبعا انا متعمد مخليه هنا جزء البابليك بس يعني للتوضيح هنا لا اكثر ولا اقل. واحنا اتفقنا انه يفضل ان تكون المتغيرات بما انه متغير تكون بجزء برايفت، بس هذا كمثال يعني لا تهتم به. انه اهم شيء انا عندي كلاس بمعلومات وجيت اشتقيت متغير من هذا الكلاس، هذا باللون الاحمر الاسود هذا اسميه اوبجكت. زين، الاوبجكت هذا الاسود شنو بي؟ هذا كانما تخيل لي هو طالب، الاسود هنا حاليا هو طالب. ليش هو طالب؟ لان انا اصلا مشتق من كلاس اسمه ستودنت، فبالتالي انا دا اقول انه عندي كلاس طالب. فمن اشتق من عنده يعني متغير او اشتق من عنده اوبجكت، هنا انا كانما اني جيت عرفت الطالب، يعني كانما تخيل الامر كالاتي، انه اني بالكليه او كمدرسه جيت حطيت خريطه انه الطالب منين قبل عندي، راح افتح له صفحه يمي، تمام، عفوا مو خريطه، صفحه، راح افتح له صفحه يمي. زين،
هاي الصفحه فارغه بالبدايه، من يجي طالب جديد يسجل عندي راح اشتق له ايش؟ راح اشتق له اوبجكت، يعني املي له الصفحه مالته، راح املي له الصفحه مالته، فعليه راح يكون عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. فبالتالي راح املي له المعلومات مالته، انطي اي دي خاص بي، انطي يعني يعني سلاري اظن لان انا ما يفيدني، وانطي نيم سترينج نيم. فبالتالي من نطيته معلوماته من النيم صار بي متغير، صار بي عفوا بيانات، الاي دي صار بي بيانات، السلاري صار بي بيانات، فهنا انا الطالب ايش؟ هنا انا انشا الطالب اني. فبالتالي الاسون هو متغير من كلاس ستودنت وقدرت انطي بيانات. شلون انطي بيانات؟ هاي هسه ان شاء الله راح نعرفها، لكن ابيك تفهم لي انه انا من اشتق اوبجكت هو اي نعم. الصوره ما تظهر عندي عند الكل يا شباب لو بس عندك دكتور انا ما تطلع لي الظاهره يمنا والله اذا يعني اللي ما تظهر عندهم عيني اطلع من من الميت وارجع مره ثانيه لان الظاهر يعني موضوع الانترنت عندك. نعم نكمل ان شاء الله يا شباب ان شاء الله ان شاء الله زين. نروح الى السي بلس بلس وناخذ مثال بسيط عن الاوبجكت. زين كلاس ستودنت يا شباب، هنا انا راح انشا كلاس لطالب. طالب اول ما يجيك، تخيل لطالب اول ما يجيك للمدرسه او يجيك للكليه، انت شنو اللي المعلومات اللي تطلبها من عنده؟ عاده انطي اي دي، انا انطي اي دي من عندي، ثم اطلب من عنده اسمه من نوع كاركتر النيم. طبعا النيم اوف 20 يعني تعرفون احنا الكاركتر ينطين حرف واحد، فحتى يعني اسوي مصفوفه من الكاركترات او اسوي يعني عنصر او متغير ب سترينج لازم يكون مصفوفه وهذا ثابت، ثابت بالنسبه للسترينجات، الاسم العنوان اي شيء هو مو رقم فهو يكون مصفوفه من الكاركترات، خليها ببالك. يعني اي شيء مثلا الاسم راح يكون مصفوف من الكاركترات، الادرس العنوان يعني مصفوف من الكاركترات، مو هكذا يعني اي شيء بكتابه مو ارقام. زين يعني تقريبا هاي الشغلتين احنا ما نريد نكثر بيانات، هاي الشغلتين كل زاده للطالب. طبعا احنا متفقين حاليا هاي البيانات هي بجزء البرايفت بالكلاس، من نجي الى جزء الببليك. طبعا اللي ما كان حاضر عندنا المحاضره الماضيه، بكل بساطه اني الكلاس مالتي يحتوي على جزئين، جزء البرايفت وجزء الببليك. الجزء الببليك هو الجزء المشاع، الجزء اللي تشوفه داله المين، الاوبجكت يقدر يوصل له. يعني اليوم راح نضيف مصطلح لو ان عرفنا الاوبجكت، فالاوبجكت يقدر يوصل الى جزء الببليك لكن ما يقدر يوصل الى جزء البرايفت. تمام، بالتالي البيانات مالتي افضل انه اخليها بجزء البرايفت، والدوال مالتي اخليها بجزء الببليك. زين جزء البرايفت قلنا ملاحظه انه هو باي ديفولت الكلاس مالتي هو برايفت، فبالتالي اذا شلتها او خليتها نفس الشيء، فأنا دائما افضل انه نشيلها. زين بجزء الببليك راح انشئ دالتين، وهاي الدالتين اغلب الكلاسات لازم تحتوي على هاي الدالتين، يعني شلون نسميها الستاندر مال كل الكلاسات، عندي دالتين. الدالتين هاي غالبا احتاج انه انا البيانات، مو غالبا دائما احتاج انه انا اقرا البيانات مالت هذا الطالب من انا انشئت طالب. زين غير اقرا البيانات مالته. زين خلوني ما ابني هاي الدالتين. طبعا الدالتين هي عباره عن داله قراءه وداله طباعه. داله قراءه تقرا لي البيانات مالت الطالب، وداله طباعه اطبع بيانات الطالب امتى ما احتاجها. يعني تخيل لي الموضوع كالاتي، انه انا جاني طالب دخل، اوكي فتحت الصفحه الجديده انه اريد انشئ طالب اني بالسجل مال المدرسه، غير اساله شنو اسمك، غير انطي رقم اي دي لهذا الطالب. طبعا رقم الاي دي مالتي شوف انا سيون السياسه مالتي اللي ينطي بها الايديات مال الطلاب، يعني الارقام التسلسليه مالتهم على ضوء السجل مالتي، على ضوء
المباشره والتاريخ مالتها وهكذا، اشوف يعني شنو كل مدرسه او كل كليه لها السيستم مالتها الخاص، فهنا ما يضر الاي دي واي في شيء ممكن انت تضيفه. المهم انه انا دا اطلب من عنده انه يعني يقرا لي او ينطيني المعلومات مالته، فبالتالي هاي الجزئيه بالكلاس مالتي لازم تكون بداله. اي شيء بي يعني عمليه قراءه او طباعه او تغيير بالقيم لازم بداله. وكذلك موضوع الطباعه، يعني مثلا يجي علي طالب راد من عندي او تخرج طالب او مثلا راد ينقل، غير انطيه نسخه من الشيت مالته، انطيه نسخه من الصفحه مالته حتى يروح الى المدرسه الثانيه او يروح مثلا يتخرج وياخذ وثيقه، فايضا لازم اطبع البيانات مالته. عندي داله اخرى راح تطبع لي البيانات مالت هذا الطالب، فعليه انشئ داله اسميها داله مثلا ريد، تسميها ريد، تسميها انبوت، اي شيء. هنا انا ما امر لها بيانات، هي صح تقرا بيانات بس البيانات هي موجوده اوريدي عندي. من هي البيانات اللي موجوده اوريدي عندي؟ هياتها الاي دي والنيم. فانا بكل بساطه اقول سي ان للاي دي وسي ان المن للنيم. لاحظ لي يعني على الداله هاي. داله الريد هي من ضمن كلاس الستودنت. داله الريد هي من ضمن كلاس الستودنت. هاي الداله شغلتها تقرا لي البيانات مالت هذا الكلاس. امتى ما اشتقيت اوبجكت اني حتى انطي بيانات لهذا الاوبجكت لازم اقرا له البيانات مالت عن طريق داله، فهاي الداله اللي راح تقرا له البيانات بكل بساطه. زين. داله ثانيه بتلاحظ ان المعلومات كلها داخليها بداخل قوس الكلاس يا شباب، مو خارج الكلاس، دير بالك. يعني اي شيء صار خارج الكلاس هنا بعدها صارت داله غير يعني خارجيه، حالها حال الدوال اللي كنا نستخدمها سابقا احنا. زين. نجي الان نبني داله ثانيه، داله مثلا نسميها البرنت. هاي الداله ايضا مثل داله الريد، بس الفكره من عندها او الغايه من عندها هنا انه انا اطبع المعلومات مالت هذا الطالب، امتى ما اريد اطبع معلوماته، امتى ما احس اني قال لي الطالب الفلاني اريد مثلا درجاته، الطالب الفلاني مثلا اريد معلوماته. فانا عن طريق الاي دي مالته راح اطبع معلوماته، فاقول له سي اوت الاي دي ثم مسافه واطبع الاسم مالته. لاحظ المتغيرات انا عرفتها مره واحده بالكلاس، بس بكل داله انا اقدر اوصل للبيانات هاي. طبعا مو بالضروره اني يعني كل شيء موجود عندي اقراه وكل شيء موجود عندي اطبع على حسب الكلاس مالتي، بس هنا انا يعني اقرا معلومات الطالب ودا اطبع معلوماته. ممكن يكون عندي متغيرات انه بها الدرجات، انا ما اريد اطبع الدرجات، اريد بس اطبع الاسم والاي دي مالته، او اريد اطبع فقط المعدل مالته، فما يحتاج كل شيء موجود بالكلاس انه بالضروره لازم اطبع كله، لا حسب. زين. حاليا انا كملت كلاس الستودنت، كلاس الستودنت صار عندي كامل مثل ما تشوفون قدامكم، عندي طالب الى بياناته خاصه بي، وعندي داله تقرا لي هاي البيانات وداله تطبع لي هاي البيانات. واضحه لحد الان يا شباب؟ الكل ما حد عنده سؤال ان شاء الله؟ العفو استاذ، يعني هسه احنا هذه البيانات نقدر ندخل بها اكثر من طالب لو طالب واحد فقط؟ لا لا اكثر من طالب، بس شلون هذا الشيء بداله المين؟ هسه راح اشوفك شلون. تمام يعني؟ تمام. زين، من نجي الى داله المين يا شباب؟ اني هنا صار عندي كلاس بنيته اني اسمه ستودنت. حتى نشوف كلاس ستودنت راح اسوي تصغير، هيات كلاس ستودنت، طبعا هاي مجرد اني صغرت الكود هيك بالصيغه هاي، يعني الكود مكتوب لكن انا بس اختصرته حتى اشوفه قدامي. زين. هنا انا راح اشتق اوبجكت مثل ما قلنا. كلاس ستودنت. اسمه مثلا S1، S1 معناته الطالب الاول. زين. الاس 1 حاليا هو طالب واحد فقط، فبالتالي انا راح اقرا معلومات فقط هذا الطالب واقدر اطبع معلوماته. شلون اقدر اوصل للبيانات مالته؟ لاحظ عيني، انتبه لي على هاي الجزئيه. لو نرجع على الكلاس
اتفقنا قبل شوية أنه جزء البرايفت جزء البرايفت ما يقدر يوصلها الأوبجكت. الأوبجكت فقط يشوف حاليا دالة الريد ودالة البرنت فقط. فبالتالي حتى أقرأ المعلومات مال هذا الطالب أستدعي دالة الريد. أستدعي منه دالة الريد مال هذا الطالب. حاليا أنا اشتقيت S1 فأستدعي دالة الريد مال S1. أوكي؟ لا في دكتور ممكن سؤال؟ هي تفضل. دالة الريد أنت يعني هو هذا هي قصدك دالة الفويد بس الريد هذا الاسم يعني أي اسم أنت قلت إنه؟ مو دالة الفويد عيني دالة الريد. ليش دالة الريد؟ اسم الدالة ريد نوع الراجع مالتها فويد ما راح ترجع لي شيء. ليش؟ ما راح ترجع لي شيء لأن راح تقرأ لي المعلومات مالت هذا الطالب وتخزنها بداخل الكلاس نفسه. دكتور بس أنت هم قلت نقدر نسميها انبوت. نقدر نسميها نغير الاسم مالتها مو النوع مالتها. نوع اسمها نغيرها من ريد الى انبوت. اي هو انا هذا قصدي بس الفويد ما نقدر نغيرها. مو ما نقدر عيني حسب طبيعه الداله. الداله ترجع لي شيء اشوف شنو النوع الراجع مالتها. اذا مثلا داله تجمع لي عددين تمام ف تمام الراجع مالتها راح يكون انتجر صح. اذا تحسب لي مساحه صح. مثلا الراجع مالتها راح يكون مثلا فلوت. بس هنا بدها تقرا لي البيانات مالت هذا مالت هذا الكلاس. بالتالي هي البيانات موجوده ومجرد من راح اقراها هي راح تنخزن بداخل الكلاس مباشره تمام عيني. فما ما راح ترجع لي شيء. هي من نوع فويد. هذا الفويد هو نوع مو اسمها تمام عيني. كذلك داله برنت نفس الشيء من نوع فويد لكن اسمها برنت. زين هنا أنا مثل ما قلنا حاليا اريد اقرا عن البيانات مالت الطالب اس 1 الاس 1 باثنين بيانات الاي دي والنيم. زين كيف اقدر اقرا البيانات مالته وهي برايفت؟ كل بساطه اقراها عن طريق داله الريد. شلون اوصل لداله الريد؟ باستخدام الايعاز الاتي. اكتب اسم الاوبجكت ثم دوت. لاحظ من كتب الدوت ايش طلع لي؟ قال لي تقدر توصل الى فداله. شوف كاتب لي فانكشن اسمها برنت وفانكشن اسمها ريد. يا داله ريد انت. فاقول له داله الريد. تلاحظ عيني بكل بساطه اللي ما يظهر عندهم هذا الشيء تقدر تكتبه كتابة. تكتب دوت ريد افتح قوسين فرزة منقوطة. ليش قوسين فارغة؟ لأن هي الدالة ما راح تأخذ فت شيء ما راح مرنها برامترات. البرامترات هي موجودة أظن أصلاً عفوا داخل الكلاس. حالياً أنا قريت البيانات مالت الطالب. هسه لو أنفذ شو راح يسوي؟ طبعا يعني طلعت الشاشه السوداء دا ينتظر من عندي. ليش؟ هنا انا اجي اشتق اوبجكت من نوع ستودنت اسمه اس 1 والاس 1 ايش سوى؟ راح الى داله الريد مالته. داله الريد شنو بيها؟ دا يطلب من عندي الاي دي والنيم. فلذلك راح ادخل اي دي للطالب مثلا الاي دي مالته 89 اسمه مثلا احمد. انتهى الكود مالتي. ليش انتهى التنفيذ؟ ليش ما طبع للبيانات؟ ليش ما هذا؟ انا ما قلت له يعني انا ما انطيته اعاز الطباعه. بس اللي صار حاليا الاس 1 الاي دي مالته صار 89 والنيم صار احمد. طبعا بالتنفيذ الماضي حاليا راحت البيانات انه اوقف تنفيذ. تعرفون من ينتهي التنفيذ تنمسح البيانات من الرام. المهم بس يعني من نفذت قبل شويه من دخل طلب من عندي ادخل قيمه دخل قيمه الاي دي ومن ثم الادخال الثاني دخلت قيمه النيم. فبالتالي الاي دي صارت قيمته طبعا هنا انا تنخزن الاي دي صارت قيمته 89 والنيم صارت قيمته احمد. شلون راح اتاكد من هذا الشيء؟ اتاكد من هذا الشيء انه لازم اطبعهم. فلذلك راح استدعي نفس الطريقه لكن هالمره داله البرنت. فلذلك بعد ما انفذ ايضا راح اطلب من عندي معلومات هذا الطالب نفس الطريقه لكن هالمره ايش سوى؟ طبع لي اياهم. قال لي الاي دي 89 الاسم احمد. عن طريق ايش؟ عن طريق داله البرنت. طبعا هنا أنا نقدر نغير بيها بحيث انه نعطيه مثلا هذا انديكيشن نقول له الاي دي هالقد النيم هو كذا قال لي الاي دي مالته 89 واسمه احمد.
زين. مثل ما توني صاحبكم سأل قال يعني أني فقط عن شيء كلاس أنا متطالب واحد؟ أكيد لا. هنا أنا يعني إيش كم طالب يجيني أشتغل أوبجكت، لكن كل هاي الأوبجكتات هم من نفس الكلاس، فبالتالي يعني ممكن عندي ثلاث طلاب، فبالتالي أسوي الأس 2 أس 3. حاليا البرنامج مالتي يقرأ معلومات لثلاث طلاب، يقدر يخزن معلومات لثلاث طلاب. طبعا لا أنا لا تروح زايد إنه أنا البيانات مالتي ممكن أحتفظ بها، حاليا ما أقدر أحتفظ بها. نعم أنا عندي حاليا أس 1 وأس 2 وأس 3، لكن هذا الأبليكيشن ما أقدر قبل أروح أنطي المدرسة أقول لهم معكم هذا الأبليكيشن مالتي حاليا شغال يقدر يشتغل عندكم. ليش؟ لان يا شباب الحاسب البرنامج يعني شلون اوصل لكم الفكره، الويندوز ابلكيشن ما يخزن البيانات. لذلك عندي جزئيه ثانيه اذا سامعين بها اذا احد مر عليه، فشي اسمه قواعد بيانات مثل اس كيو ال ماي اس كيو ال كذا، هاي الغايه من عندها انه البيانات تنخزن بها. لان يعني مو معقول انه البرنامج مالتي يعني هي اصلا اللغه البرمجيه ما معده انه تخزن البيانات بداخلها، هي الغايه من عندها او الفكره من لغات البرمجه انه تتعامل ويا البيانات الحاليه، سواء منين جتني هاي البيانات ما تدري كلغه برمجيه، بس بالاخير هي ما لها علاقه بالبيانات، هي البيانات اللي قدامها اللي المعلومات اللي قدامها هذا تتعامل وياها وانتهى الموضوع على ضوء يعني الكود اللي كاتبه المبرمج. زين، لذلك انا عندي جزئيه اضافيه المفروض تكون عندي حاليا يلا يكتمل عند البرنامج، انه عندي قاعده بيانات مخزونه بيها معلومات الطلاب اللي من ضمنها الاي دي النيم الكذا، اروح اجيبها اخزنها بالكلاس ومن ثم استدعيها. هاي الشغله هاي يعني شلون تقول احنا ما راح نوصلها لان هاي شغله متقدمه بالبرمجه. المهم انه تفهمني شلون بدك تتعامل داله المين ويا الكلاس. اذا نرجع للنقطه اللي وقفنا عندها، يعني أنا فقط قرأت معلومات الطالب الأول فقط، من أريد أقرأ معلومات الطالب الثاني راح أكتب اسم الأوبجكت دوت اثنين عفوا دوت ريد. حاليا أنا عندي معلومات الطالب الأول ومعلومات الطالب الثاني، طبعا عندي يعني مو أنا خزنتها مثل ما قلت لكم، لا من أنفذ راح أقرأها، بس كل واحد يخزنه بأوبجكت خاص به. حاليا الأس 1 ما له علاقة بالأس 2، نعم اثنيناتهم الأس 1 طالب هو نفس يعني نفس الكلاس، فبالتالي الاس 1 بي اي دي وبي نيم كذلك بالنسبه للاس 2، الاس 2 بي اي دي وبي نيم. الاي دي مال الاس 1 يختلف عن الاي دي مال الاس 2، كذلك النيم مال الاس 1 يختلف عن النيم مال الاس 2. لذلك من نجي نطبع فقط الاس 2 هنا، فقط المعلومات مال هذا الكلاس مال هذا الاوبجكت عفوا راح يطبع لي. خل انفذ واشوف. حاليا دا يطلب من عندي، اي دي مال منو؟ مال الاول. نفترض نعطيه اي دي رقم واحد، الطالب اسمه بنشلب على احمد، خل نسميه مثلا محمد. زين. هاي خلصنا من الطالب الاول. الطالب الثاني حاليا لان انا قلت له ورا لي عاز مال الريد مال الاول، اروح اسوي الريد للطالب الثاني. راح انطيه اوبجكت عفوا اي دي رقم اثنين. هو اسمه مثلا خالد على سبيل المثال الحصر يعني. بس انا لما طبعت معلومات فقط طبعت معلومات الطالب الثاني. ايش قال لي؟ قال لي الاي دي 2 النيم خالد، شلون عرف؟ لان انا فقط قلت له الاس دي عفوا اس 2 دوت برنت فقط، يعني طبع لي معلومات الطالب الثاني. زين الطالب الثالث هنا شنو موقعه من الاعراب؟ الطالب الثالث حاليا فارغ. شلون اعرف هذا الشيء؟ خل نروح نطبع بدال الطالب الاول نطبع الطالب الثالث، يعني احنا قرينا مع الاول والثاني بس راح نطبع مع الثالث يصير. خل نشيك. طبعا الاي دي نطبع رقم عشوائي والنيم فارغ، رقم عشوائي هاي يعني لا على الثاني لان انا ما نطيت اصلا قيمه، تمام؟ فمعناته كانه ما فارغ، فالاي دي فارغ والنيم فارغ. ليش؟ لان انا طبعت اوبجكت اصلا انا ما مسوي له ريد. وصلت الفكره؟ حاليا انا قريت معلومات الطالب الاول وقريت معلومات الطالب الثاني، وجيت طبعت الطالب الثالث اللي هو اصلا بعد السجل مالته فارغ. وصلت الفكره يا شباب؟ وصلت الفكره استاذ سؤال. اي تفضل علي، اللي عنده سؤال خليه يسال. اذا اريد ادخل المعلومات مال الطالب بنفس البرنامج يعني مو بشاشه الطباعه شلون؟
ما فهمت يعني. أنا أريد أدخل المعلومات على هاي الصفحة مو على الصفحة السوداء. هنا أنا عيني راح تصير ثابتة. يعني شنو ثابتة؟ لا مفهمك بس يعني أقصد طريقة الإدخال شلون راح تصير؟ يعني شنو طريقة الإدخال؟ هنا عيني ما يصير إحنا ندخل بيانات. هنا حاليا هو كود، الكود ما بي بيانات يعني بها قيمة. إلا أنا مثلا فد شيء ثابت. يعني مثلا الإكسبونيشن، قيمة الإكسبونيشن، قيمة الإي بالرياضيات هي 2.187 تمام؟ أي نعم. أي فهاي ثابتة، أقدر أقول له مثلا الإي يساوي كذا وأثبتها بالبرنامج مالتي. بس هنا أنا مثلا الطالب الأول اليوم اسمه مثلا أحمد، السنة الثانية يجي الطالب الأول اسمه مثلا محمد، ما يصير أثبت البيانات مالته تمام؟ تمام. أي بس الكونسول هو التنفيذ مالتي، يعني كأنه أنا دا أشتغل حاليا الكود، يعني البرنامج مالتي دا يشتغل، وده يعني اللي عندي بالواقع ده اسوي بالبرنامج. طالب الاول هو اسمه احمد، طالب الثاني اسمه محمد. طالب شلون النظام مالتكم مال الكليه، كل طالب الى الاي دي مالته، ستودنت نمبر الخاص به. طبعا ستودنت نمبر تعرفوه اللي هو الايميل مالتك، الرقم اللي قبل الايميل تمام. هذا رقم الطالب مالتك، هذا ما يشابه اي رقم طالب اخر. هاي شلون اعرف البرنامج انه هذا الطالب مثلا اسمه كذا، معلوماته كذا، دافع قسط طلاب دافع كذا. هاي البيانات تنخزن بكلاس شلون هذا؟ نفس الشيء لكن بقاعده بيانات، مثل ما اتفقنا انه البيانات ما تبقى بالبرنامج، تروح بقاعده بيانات. البرنامج انت ما يريد الطالب الفلاني يا منطيني اسمك او انطيني الاي دي مالتك، راح يبحث عن طريق الاي دي. من بحثنا عن طريق الاي دي او النيم، قلنا له عرض البيانات، راح يعرض لك شكو شيء مخزون عن هذا الطالب بقاعده البيانات. واضح؟ فبالتالي يعني شيء مو ثابت، ما اقدر اني اثبت. يعني كانما انا انت تقول البرنامج مالتي راح يشتغل على معلومات فقط طالب واحد، يعني ايش قد ما يجوني طلاب فكلهم اسمهم احمد، كلهم مثلا الاي دي مالتهم واحد، كلهم ما يصير. راح يصير الكود مالتي يعني دائما ثابته. حتى ما اخليها ثابته لازم اروح اقرا البيانات واتعامل وياها. اهم شيء انه الفكره انه اقراها. اتمنى وصلت الفكره ان شاء الله. سلام، بس كبرنا الخط شوي اذا وصل زحمه عليك. نعم عيني عفوا، بس شوي الخط كبرنا اذا وصل زحمه عليك. اكبر لك الخط مو تدلل. والله حاليا ما عندي ماوس ولا بالماوس هذا يتكبر، بس انتظرني ثواني. تمام هيك عيني. جزاك الله خير. جزاك يا رب. طلاب بعد عيني احد عنده سؤال؟ لا استاذ ان شاء الله وضحت الفكره. خير ان شاء الله. ما اريد ازيد عليكم اكثر ايضا، يعني شوي احنا المواضيع مالتنا هذه ناخذها جديده، فما اريد اعطيكم معلومات هوايه. بس خلي اللي ببالك يعني. خلي اللي ببالك انه دائما الاوبجكت اللي اشتقه من الكلاس يوصل الى فقط جزء الببليك، ما يقدر يوصل الى جزء البرايفت. فعليه الدوال اللي انشئها بجزء الببليك اقدر اوصلها عن طريق الدوت، اما البيانات اللي موجوده او حتى الدوال اللي انشئها في جزء البرايفت، يعني حاليا خل نحول داله الريد الى جزء البرايفت. بكل بساطه حتى اعرف ان البرنامج مالتي بعد ما يشتغل بشكل صحيح، راح اقول اس 3 دوت. تلاحظ فقط طلعت لي داله البرنت، داله الببليك بعد ما يشوفها، عفوا داله الريد. ليش بعد ما يشوفها؟ وطبعا من انفذ حاليا كان ينفذ، من انفذ راح يقول لي ما اعرف هذا، شوف طلع لي خطا اللي داله الستودنت مالتك برايفت، شلون تستدعيها عن طريق الدوت؟ ما يصير. فخلي لي ببالك انه دائما البيانات او الدوال اللي جزء الببليك اقدر اوصلها عن طريق الاوبجكت، اما البيانات اللي موجوده بجزء البرايفت لا، اوصلها فقط عن طريق الدوال اللي موجوده بداخل الكلاس، مثل داله الريد، داله البرنت، داله السمويشن، داله الماكس، اي داله انا انشئها داخل الكلاس ضمن جزء الببليك تقدر توصل الى هاي البيانات، تقراها، تتعامل وياها، تطبعها، تغير عليها وهكذا حسب شغل الداله. لكن اهم نقطه انه هي الداله فقط تقدر توصل الى هذا الجزء، اما الاوبجكت اللي انشئها داخل داله المين هو فقط يوصل الى الدوال اللي موجوده في جزء الببليك، او حتى المتغيرات ماكو مشكله ويوصل البيانات والتغيرات اللي بجزء الببليك، ها اما ايضا في جزء البرايفت لا ما يقدر يوصلها. هذا كل اللي عندي ان شاء الله اليوم وياكم يا شباب. اتمنى المحاضره كانت يعني واضحه
ما بها اشكاليه. اتمنى اللي عنده سؤال يسالني ايضا. يعني انت دائما اقول لكم باي وقت انتم يا شباب تواجهون مشكله من تقرون من هذا باي وقت، حتى لو مو خلال فتره المحاضره، راسلني على الواتساب او خابرني رب العالمين. يعني دائما انا كنت متواصل وياكم. دكتور ايمن بلا زحمه. ايوه انت تفضل. لازم دكتور لازم اكو فد ملزمه نراجع عليها الماده، احنا نراجع كلها الكتروني. صحيح. لازم فد ملزمه فد. والله ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين، يعني احاول بنهايه هذا الاسبوع يعني اهيئ لكم ملزمه اجمع لكم بها كل الكودات اللي اعطيكم اياها وياها في شرح بسيط عن كل كود ان شاء الله. ومحاضره بمحاضرتها انزل لكم اياها ان شاء الله. والله نكون ممنونين دكتور. لا لا تدلن تدلن ان شاء الله. والله ببالي لان فعلا لاحظتكم يعني من تجون المختبر يعني مشتتين مو وياي. يعني السبب اللي لاحظته انه انتم يعني بصراحه يعني ما تسجلوا ملاحظات، يعني المفروض على الكودات اللي اعطيكم اياها كذا تكتبوها. اي بس الظاهر يعني الاليه هاي مو كلش يعني فعاله عندكم. فراح اضطر ان شاء الله اسوي لكم، انا ما احب اسميها ملزمه لان هي مو ملزمه، احنا ما ندرس يعني فيزياء وكيمياء وكذا، يعني برمجه كل شيء بها يا شباب، يعني افكارها ما تخلص. فلذلك ما احب احجمها بملزمه على قولتكم. اي بس ان شاء الله رب العالمين راح اسوي لكم فد مرجع يعني لكم تراجعون به على قولتك الافكار اللي اعطيكم اياها الخص لكم اياها ان شاء الله بفد شيتات يعني بسيطه، وانطيكم اياها ان شاء الله كل ملاحظه كل محاضره محاضرتها بتسير رب العالمين. اي والله صدقت انه جزاك الله خير استاذ. ويجزاكم ممنونين دكتور جزاك الله خير. تأمرون أمر عيني. إذا ما حد عنده سؤال إن شاء الله يا شباب تقدروا تاخذ راحتكم إن شاء الله.